يلي قتل أبونا نامق أمير خان. نامق أمير خان هو يلي أوص على أبونا نجدت. اسمعني يا فرهاد، أبوك مو هو نجدت أصلاً، أنت بتكون ابني أنا. يلي قتل أبونا نامق أمير خان، أنت بتكون ابن نامق أمير خان. يجيت اللي شو صاير ابني؟ ما بنعرف امي، ما لقينا حدا فوق، يمكن الصوت اللي طلع من تحت. بس ما يكون حدا صار له شيء. وفرهاد وين راح؟ اهدي مرت اخي، هلا بيجي. كيف بدي اهدى شايفه ما حدا غيري قلقان؟ انتو كيف هيك هادين؟ انا ما عم بفهم. راح فرهاد وبعد شوي سمعنا صوت مسدس. انا رايحه اشوف. اصلي سني خلاص. لا تزعلي حالك أمي. فرهاد شو صار؟ أنت وين كنت؟ سمعت صوت مسدس، أنت منيح؟ شو صار؟ قلي شو في، حكي لي. سمعت صوت مسدس، شو صار معك؟ كنت بتعرفي ما هيك؟ شو؟ شو كنت بعرف؟ كنت بتعرفي انه نامق أمير خان بيكون ابو لفرهاد؟ فرهاد اهدي شوي امي، لا توتري حالك. شو صار يا أخي؟ ما بعرف كيف فرهاد عرف إنه نامق بيكون أبوه. كنت بتعرف معي؟ كنت بتعرف مين بيكون نامق؟ أخي استنى اهدى شوي. كنت بتعرف وقت كنت تقلي أنت أسود وأنا أبيض؟ اهدى أخي، بعدين منحكي. خلاص اهدى، مو هلأ، أنت معصب، منحكي بعدين. عن شو بدنا نحكي؟ فرهاد أنا عم أحكي معك، مشكلتك معي أنا وبس، مو مع حدا تاني. اترك أخوك بحاله، يلا فوتوا لجوا. أمي شو عم بيصير؟ فوتوا جلسوم، يلا فوتوا، هذا الموضوع بيني وبين فرهاد بس، تركونا لحالنا شوي. جلسوم تعال فوتوا. يلا. أنا آسف كتير. أنت معك حق تزعل مني، مو من حدا تاني. الحق علي أنا بهالموضوع هاد، حاسبني إلي ولا تحاسب أي حدا تاني. شو عم بيصير؟ ليش فتنا لجوا هيك بدون ما نفهم أي شي ولا نسمع شي؟ أخي قول شي، شبك ليكون نامق إجا لهون؟ منين بده يجي هلأ نامق؟ لكن شو يلي بده يخلي أخي يعصب لهالدرجة هاي برأيك؟
بيكون نعمق إجا ونزع كل شي من أول وجديد. ما في شي من هاد قولسون، لو إجا كان فرهاد تركه ورجع شي. لو صار هيك شي كنا سمعنا. أنا عم فكر بشي، مو ممكن يكون أخي فرهاد شاف العم نامق وقوص عليه؟ وما تستغربوا إنه يكون موته. ليش عم تطلعوا هيك؟ ما سمعتوا صوت ضرب رصاص؟ جوليدا لو سمحتي. طلع فيي فرهاد، لا تسكت هيك، احكي اي شيء، سالني وحاسبني. المسؤوله الوحيده عن الحقيقه الفظيعه اللي عرفتها ليك واقفه قدامك. يلا احكي وحاسبني ابني. شبك ابني؟ احكي، كسر، اعمل اي شيء، هدم وحرق. حاسبني على ماضيي وخليني اخذ جزاتي، بلكي بخلص من عذاب السنين. انا تعبت من حمل هالذنب الكبير فرهاد. يلا قول الله يلعن الأمهات اللي مثلك، قول الله يلعنك لأني بستاهل، معك كل الحق. صحيح أنا اللي جبتكن، بس ما كنت أم منيحة، بعرفك انخدعت. اللي كنت مفكره خالك طلع أبوك، واللي كنت مفكره أبوك ما طلع أي هالشي بالنسبة إلك. معك حق وكل الحق، بس قبل لازم تعرف فرهاد، الدنيا ما زعلتك إلك وبس. أنا الحياة ما ضحكت لي ولا يوم واحد أبدا، وإذا بتقوصني بالمسدس هلأ ما بينزل لي دم، لأني أمك اللي ظلمتك. يلا فرهاد قتلني، ريحني ابني، بتريح حالك وبتريحني كمان. انت مستحيل تكوني امي باي شكل. بتمنى ما يصير شي سيء، ان شاء الله ما بيصير شي سيء. كان لازم هاليوم يجي، رح نستنى ونشوف شو اللي بده يصير. أمي؟ شبك قليلي صار شي؟ شو أخي وينه؟ راح. شو يعني راح؟ لوين راح؟ أنا طالع أرتاح شوي. فرهاد، فرهاد لا تروح، بترجاك. استنى لا تروح، بترجاك. ليك أنا ما بيهمني شو عملت له لنامق، خلينا نروح سوا ونحكي، بس ما تضل لحالك. أنت ما رح تقدر تواجه هاي المشكلة لحالك، هاد شي طبيعي. شو راح؟ المشكلة ما أنا سهلة بالمرة، ما رح يقدر يتغلب عليها وهو لحاله. أخي قوي لا تخافي، رح يتغلب على هالمشكلة. طيب بلكي كان قاتله لنامق، إذا كان قاتله شو رح نعمل؟ ما بعرف أصلي، بس إذا عمل شيء مثل هاد رح يتعاقب أكيد، بس ما بعرف كيف رح يتخلص من العقاب يلي فرضوا على حاله. أنت كيف شايف حالك؟ يعني مثل أي حدا عم يخسر أخوه. انت يلي بقيتي له يا اصلي، انت وبس. هو رح يمسحني ويمسح امي وقولسوم كانه ما كنا بحياته. حياته يلي جايه ابنه وانت. ما عندي حل بعد هلا غير اني استنى شو رح يصير معه.